اعتقد انه هذه الامسيه وهذا يعني الحلقه الجديده من الصالون بتاعنا صالون ذاكره الوطن حقيقه من اميز واهم الصالونات اللي عملناها خلال السنوات الماضيه. الجمع ما بين زي ما انا قلت بطولات الماضي وبطولات المستقبل، ودي مساله غريبه، وانه صواريخ الذكاء الاصطناعي كمان حضراتكم الحقيقه كلكم كنتوا على مستوى الحدث، واسئله كلها اسئله مهمه جدا الاسئله توجهت للاستاذ اشرف. ولو هو يعني انا هحاول لو هو نسي حاجه هفكره لك ان هو ما بينساش. طب كويس ما بينساش يا امل، لا تطمني. اولا قبل ما تجاوب لازم توعدنا انك انت هتدرب امل والبنات، عشان بس دي صديقتنا ما نقدرش يعني حصل ده اوعي قدام الناس اقول لهم هقولها هعمل. لا ما هو انا بدات عروسانا اصلا واحده اتفقت معاها انها مع الفصل الدراسي الجديد هتستخدم الذكاء الاصطناعي روتانا. وعلى ما توصل لمامة روتانا لا انا بالنسبه للاسئله انا مش ناسي كل الاسئله، بس انا عايز ابدا باخر سؤال اللي طرحته الاستاذه النهله. بالنسبه لحضرتك الكتاب، اي كتاب ممكن تاخدي فيه سنه تشتغلي تجمعي الداتا وبعدين تنقحيها وبعدين تراجعيها لغويا وبعد كده تعملي لها تدخليها توديها لدار النشر، ودار النشر تعمل الاخراج وتروح تشوفي فنان يعمل الغلاف، الحاجات دي كلها انت بمجرد ان هم مجموعه ادوات اداه للتاليف، هتقولي له انا عايز اكتب اعمل كتاب بالمواصفات الاتيه 1 2 3 4 5 لغايه ما انت عايزه. والماده الاساسيه بتاعتي، بصي المادة الأساسية بتاعتي إنه اتولد سنة كذا، التحق أو تخرج من الكلية الحربية سنة كذا، التحق بسلاح كذا كذا، المعلومات الأساسية اللي هي اللي أنت هتبني عليها الحدوتة بتاعتك. تعريف الشخصية، اكتب لي الفصل الأول عن حياته الخاصة اللي هي لغاية ما تخلص الدراسة، علما بأنه كان متفوق في سنة كذا وسنة، يعني الحاجات اللي أنت عارفاها اللي أنت تقعد تكتبي فيها دي، تقعد لك شهرين تكتبي فيها وتديها له. هيقول لك هتقول له يعني هنا هندسة الأوامر زي ما قلنا، هقول له بس عايز الفقرة الفلانية عايز فيها بما لا يقل عن 200 كلمة، وعايز الفقرة الفلانية عايز أجل أو أضغط أو أترجم الجانب الإنساني في حياته هو وكان في الكلية، وده كله عندك أنت، هو ما يعرفوش، هو بيترجم المشاعر دي اللي أنت بتقوليها له وتدي له أوامرها بيترجمها، بتلاقي مقدمة موجودة وحينما كنت في كذا ووالدي كذا، بالضبط اللي انت كنت عايزة تعمليه، لانه هو واخد اوامر صح فهيديلك المعلومات صح، وتقيسي على ده كل فصول الكتاب، لانك انت كنت عاملة خطة عمل من البداية. خطة العمل دي بنديها له باوامر معينة مش اي حد، يعني انا لو قعدت انا حضرتك ومحمد وكل واحد هيقول له على نفس الكتاب، مستحيل هيبقى الكتاب بتاعي زي كتاب محمد، مش بتقليل منه لانه هو مش متدرب، بس هيبقى الكواليتي اعلى بكتير جدا، لان انا هعرف ازاي اخد منه المعلومه باستفاضه. انا احيانا بقول لهم الداتا دي الخبر ده عايزه يتصاغ بالشكل الفلاني، يقول اقول لا مش عاجبني، عايزك تبدا بالفقره الفلانيه ومع التركيز على كذا وكذا وكذا، بيكتبوا كانه صحفي جاي قاعد يتعلم مننا. فعشان كده بقول لحضرتك موضوع الكتاب ممكن الذكاء الاصطناعي وبادوات باشتراكات كل حاجه لها سعرها. اللي يعني من كام يوم في دار نشر طلبتني قالت لي عايز اعمل وحده ذكاء اصطناعي علشان ادير بيه المنظومه كلها، حطيت له التصور بتاعه عشان يشتغل بيه. طبعا ده هيبقى اشتراكات في حاجات ب 200 دولار في 100 دولار انت مثلا هتبقى الحدوته دي بس بعضها، يبقى هنجيب الاشتراكات بتاعتها فقط لا غير. فهيعمل لك الكتاب ممكن ياخد منك بالظبط كتاب مثلا كام صفحه، 200 صفحه ممكن ما يكملش 3 ايام بأوامر الصح. خلصنا الكتاب اروح داخل على الاداه اللي هي اللي شغاله بالذكاء الاصطناعي للغلاف، اديله المعطيات بتاعتي المدخلات بتاعتي، الكتاب ده عن بطل شهيد كان في سلاح كذا، وانا تخيلي او تصوري عايز ابرز الجانب البطولي مع الجانب الانساني مع مش عارف ايه، وهو كان في سلاح كذا، وانا المؤلف ده ابنه او بنته وعايزه بالشكل الفلاني، هيتشقلب في 30 ثانيه بالظبط، هيطلع لك هتقول لا مش عاجبني الغلاف ده، هيعمل غيره وغيره لغايه ما تستقري. هنا العنصر البشري اللي بعض الاساتذه قالوا انه يعني هيلغي الناس، لا مش هيلغي الناس، بس هيخلق وظائف
ممكن وظيفة اسمها مشغل روبوت، ممكن وظيفة مهندس أوامر بوت، أي مصحح، لا مش مصحح، ما هو هو عنده تصحيح في تطبيق، ما هو عشان كده لسه بكمل لها. خلصنا الكتاب في أداة بتراجع لغويا، والتشكيل لو عايزه يشكله بيدي لك المراجعة اللغوية والكلام متشكل، ودي لأي موجه لغة عربية أو أي حد متخصص في المراجعة، هيقعد له شهر يراجع فيه مش هيلاقي فيه كلمة، لأنه هو واخد كل المكسور والمجرور والمرفوع والمنصوب كله عامله برنامج برضو ذكاء اصطناعي. نعم موجود. أنا عندي، بص حضرتك، أنا عندي بص حضرتك أنا عندي سمودن نسبة الأخطاء فيه 95%، قصدي نسبة النجاح فيه 95%، يعني 5% دي البشر اللي هيديروا ده يعمل ايه؟ ما انا بقول حياتك هنا في وظائف جديدة هتبقى مشغل بشري ومهندس بشري ايا كان، زي الصحفيين. السؤال اللي هو لا هكمل لسه هكمل في بعد كده، تروح دار النشر توديه لواحد ديزاينر يقعد يظبط الارت وورك بتاع الكتاب من الداخلي، يقعد ياخد له اسبوع مثلا عشان يخلصه، ده في خلال ممكن ساعة يجهز التجهيزات الداخلية كلها، الكتاب أصبح عندك ممكن أسبوع متألف ومتراجع ومتصحح ومعمول الغلاف بتاعه ومعمول الأرت وورك بتاع الكتاب الداخلي اللي هي التصميم الداخلي، وإذا كان في صور عايزاها هندخله هنقول له الفصل الفلاني محتاجين فيه صور كذا وكذا وكذا، هو هيعمل أماكنها، هو هيخترع أماكنها لأنه هو بتجهز لكده. عشان كده حتى الذكاء الاصطناعي داخل في كل المجالات.